السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تتأكد أنه الناس يخذوا البصل عصير، عوضوا به الكورتيزون، عوضوا به الانتي انفلاماتوار، عوضوا به الانتي بيوتيك، عوضوا به كثير من المواد اللي الناس تستعملوها ولكن ما تعطيش النتيجة، لدرجة يضطر الطبيب أنه يطلع في لي دوز، يطلع في المقادير. انتبهوا معي الآن، وصفة عطات نتيجة خارقة جدا. البصل عصير وغادي نستعمله مع الماء اليوم، ولكن غادي نعلمكم تستعملوه في عدة أساليب متميزة تتسمى تنويع أساليب الاستعمال، اللي هي مادة واحدة ولكن تنويع أساليب الاستعمال تخليك تكون في واحد القوة والحضور اللي فيه التميز. إذن عصير بصل تناخده آلة، تعطيه على البصل تعطينا ماء، تتسمى هي عصارة، وتتمي تتخلي السائل نحيده من المادة الصلبة، أو نحكوها حك ونخلطوها مع الماء ونصفيها ونشربوها. أش لقينا؟ لقينا عصير البصل إلى حد الآن، عصير البصل مع الماء تنغليه الماء باش نحيدوا منه المواد الكيماوية بحال الكلور، بحال عدة مواد سامة نتيجة العلاج الماء باش يكون صالح للشرب. أنا كاين قانون ديال الاو ام اس، المنظمه العالميه للصحه، نقدروا على نهضروا عليه من بعد. حنا تيما نغليو الماء او ناخذوا ماء معدني ونغليوه كذلك ونخلطوا مع معلقه كبيره جوج معلقات تاع الماء، كاس كبير. اذا جوج معلقات ديال عصير بصل كبارين مع كاس الماء مغلي، وتناخذوا قبل الافطار خمسة دقائق، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النوم، وكنت ناكلوا اكل يكون نقي بلدي والتركيز على السمك والطاجين افضل. هذا الاسلوب ديال الماء والبصل كثير الناس اللي خداوه اول شيء لاحظوا الناس وتخفيض الوزن. اذا تنتخلصوا من الوزن بطريقه ميسره، حيت القاعده عندنا في تخفيض الوزن ما هي؟ هي ازاله الدهون الزائده، والدهون الزائده الكبده تتجتهد باش تخلص منها، الجسم تيشتهي باش يتخلص منها، ولكن حنا ما تنقوموش بالدور اللازم. فالماء والبصل تيجي تيطرد، وكل الشهادات تاع الناس اللي خداوا الماء والبصل تتحيد الكوليسترول من الجسم وتتخفض الكوليسترول. ما معنى الكلام؟ يعني الكوليسترول هذاك حمق، ما تعرف ياكل، ما تعرف يلقي جسمه، ما تعرف انه يتعامل مع جسمه. وكل ما الناس اللي تياخذوا الكيماويات لازاله الكوليسترول من الجسم فما حيداش من الجسم، حيدا من الدوره الدمويه، ولكن تتمشي للكبد. هذا باتفاق الباحثين، باتفاق الاختصاصيين في الصيدله. اذا احنا نقول عصير بصل معلقه كبيره حتى لجوج مع كاس كبير ديال الماء مغلي، قبل له اكل 5 دقائق حتى 10 دقائق، ولماذا لا قبل نص ساعه؟ ما عندناش مشكل. احسن ماده علاجيه لتخفيض الوزن. والناس ياخذوا الماء والبصل، الناس خفضوا السكري، صوب الطريقه البسيطه خفضوا السكري. اذا واش حنا ملي تشوفوا الماده طبيعيه وتتعمل 5 درهم ممكن 10 درهم للكيلو تنحقروا؟ علاش نحقروها؟ حيت الفلوس ما غالياش، او تنحقروها حيت هي بصل موجود، او تنحقروها حيت حنا ما تنحبوش البصل. علاش نحقروها؟ هذا هو الجهل المركب. كاين اشاعه انه الطبيعي خصو مقادير، ولكن مني تناخذوا عصير البصل اللي هو مالوف بالفينو تنعرفوا المقادير ديالو شحال خصنا ناكلو في النهار، ثم تنعرفوا جوده البصل، واش البصل تاع وادلاو هو البصل ديال 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 نواحي مكناس وفاس، هو البصل ديال مناطق معينه. هكذا تبدا تتفننوا في النوعيه ديال البصل، وما عمش بقيش واحد يجي تحكى لي يقول البصل الخامج يوكلوا ليا، لا، حيت عندنا البصله تنعرفوا لها. حتى البصله المقادير كيف قلنا والنوعيه والكميه، هنا لقينا على انهم تنحترموا القواعد الاصل يمكننا ننجحوا بالطريقه الصحيحه. اذا هذا الماء والبصل خفضوا الناس بين السكري، من بعد ثلاثه الاسابيع اربعه بدا السكر ينزل، من بعد الاستعصاء على تخفيض السكري. ثانيا الماء والبصل الناس خفضوا به السكري، خفضوا به الوزن كذلك، خفضت لا سيلويت طلعت هائله. ثلاثه الماء والبصل في اوروبا عيطوا لنا ناس اللي كان عنده مرض جلدي خارق والشامبينيون في الظفر والظفر تيترس، ثلاث اسابيع من بعدها
الناس ما بقاش يطيح لهم الضفر، بمعنى تمكن نعالجوا به الضفر تيتهرس واحد، تمكن نعالجوا به الشامبيون في الضفر، تمكن نعالجوا به حتى الضفر تيكون ضعيف او مسوس، يمكن نعالجوا به ليس فقط نعالجوا به حتى كثير من الامراض الجلديه اللي الناس يعانيوا منها ومنها الاكزيما. اكلا ماء وبصل 4 مرات في اليوم بالطريقه اللي تكلمنا عليها تمكن نعالجوا كثير من الامراض الجلديه، من الاكزيما ومن البسورياسيس. ونجا وشهدوا الشهادة على انه 3-4 سمان باي باي البسورياسيس. شحال تكلف الدواء ديال البسورياسيس وشحال المعاناه تاع الناس مع البسورياسيس، ثم انه تيرجع لكن عن طريق الماء والبصل يمكننا نرجعوا ونستعملوا بكل ما احتاجنا بالطريقة الميسرة. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه الناس اللي تقولوا لنا طبيعي عندكم منه ما ترجعوش، هو الدويات والمختبرات والأبحاث العلمية والأموال الهائلة ما كيش نجاح، احنا تنجحوا. من الأولى في الكلام؟ وين حال يكون قريب للناس الناجح بالطبع حتى نعرفوا البداية المشكل ما هي ما هو، ثانيا المراحل اللي اقتحمناها والتمارين اللي تندوزوا مع المريض باش ننزلوا من المعنويات، نعلموا المقادير ونعلموا كيف انه يسير وكيف يصبر ويعرف التحاليل مع الطبيب ديالو بالطبع والفحوص مع الطبيب، نعرفوا فين وصلنا حيت كاين المرض اللي تقدر ياخذنا 3 أسابيع يقدر ياخذنا 3 سنين. وهكذا لقينا العمليه العلاجيه تمات. وهكذا تنقولوا يا ناس ما تبقاوش تخافوا من الماء والبصل لانه سيد. نحكي لكم قصه اخرى. تصوروا دابا طفل عنده 5 شهور في لاكلينيك داروا له عمليه وطلعت الحراره 42 درجه، يعني حاله خطيره. الطب داروا خدمتهم ما استطاعوش يهبطوا الحراره، والوليد عنده 5 شهور بيبي، عطيناه حمام بالبصل عوض نشروا له البصل مادام بيبي، عطيناه غلينا الماء واحد 3 لتر مثلا دفات، حكينا البصلة عصير خلطناها وغسلنا له به نص ساعه، ما بقاش عنده المشكل ديال 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 الحراره طالعه، لان قدرنا نضبطوا الحراره. اذا استعملناها شراب بالنسبه للناس الكبار او استعملناها حمام بالنسبه للبيبي في جنيف فرنسا كثير من المدن الاوروبيه وداخل المغرب، الناس خذوا من ماء البصل الاطفال الصغار للبيبي عطات نتائج خارقه، ليس فقط المشكل ديال الحراره الحمى طالعه، كذلك في الامراض الجلديه والاكزيما. وهكذا يمكننا نشتغلوا ونفعوا بعضياتنا، ما بقاش نخبوا العين، ما بقاش نخبوا على الناس، ما بقاش نخلعوا الناس من الماء والبصل. بنيتي عندها 18 سنه عندها الباك، هذه السنه هذه بدات تاخذ الماء والبصل 3 مرات في اليوم. الغريب في الامر كان عندها فشل كلوي اكثر من 4 سنين، ملي بدات الماء والبصل كديما الطونسيون تاعها 17 تقدت 14 عباد الله، وبدات تتبول من بعد 3 اسابيع. معنى الكلام ممكن نعاودوا نشطوا الكلى. عندي قاعده اقولها، كل امراض المستعصيه الماء والبصل هائل جدا. قاعده ثانيه، كل الامراض ديال المناعه الربو الضعف تاع الجسم والتوازن الهرموني عند النساء كثير، هذو كلهم الماء والبصل تيعاود يعطينا نشاط للجسم ومناعه متميزه، ما بقاش محلو في الفشل الكلوي، ما بقاش محلو في السكري، ما بقاش محلو حتى في التوازن الهرموني. كثير من الناس خذوا الماء والبصل رجعت لهم الدوره الشهريه تمام والكمال بعد 3 اسابيع. وسيده عندها 40 سنه الرجل غادي يطلقها لان الوالده عندها خمجه، خذت الماء والبصل 3 اسابيع 3 مرات في اليوم ما بقاش المشكل والوالده تنقات. ما معنى الكلام؟ قلنا لكم تنفعوا ونفعوا بعضياتكم ونصحوا بعضياتكم وعيشوا خفاف طبيعيين بدون معاناه، والحمد لله رب العالمين.